الأخ يقول هل ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ الجواب نعم، ورد في هذا حديث كثيرة تبلغ نحو من 15 حديثا، ولا يصح من ذلك شيء، كلها معلولة ويتقوى بالمجموع، ويتقوى بالمجموع، لأن بعض الطرق قوية، وقد ذهب بعض العلماء إلى تصحيح بعضها. ومن أفضل من جمع الحديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها هو الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في فضل الصلاة على سيد الأنام، وكذلك جمع على حديث الواردة في هذا السخاوي في كتاب الله أيضا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر طرفا من هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره على قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة مشروعة ومتأكدة وفيها فضل عظيم وثواب كبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، خرجه مسلم في صحيحه، وقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فالأفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، وصفتها أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد إلى آخر. ولك أن تقول اللهم صل وسلم على محمد لقول الله جل وعلا فصلوا عليه وسلموا تسليما. واستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل حديث أبي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال أجعل لك ربعها؟ قال ما شئت. قال نصفها؟ قال ما شئت. قال أجعل لك الثلث؟ قال ما شئت. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا رواه الترمذي وفي إسناد عبد الله بن محمد ابن عقيل وهو صدوق سيء الحفظ، وإذا لم يخالف ولم يتفرد بأصل فحديثه جيد، إذا لم يخالف ولم يتفرد بأصل فحديثه جيد. وهذا الحديث يعتبر من الأحاديث الجيدة ومن الأسانيد الحسنة ففي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الذنوب، تكفير السيئات ورفعة الدرجات، وسبب لزوال الهموم لقوله تكفى همك أي ما يهمك من الأمر وما يشغل بالك، فإن الله جل وعلا يكفيك ذلك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عام ومطلق، ومتى ما فعل الإنسان في أي وقت أو في أي ساعة من ليل أو نهار نال أجره وحاز ثوابه.